أهلا بكم من جديد. كشف موقع مغرب انتليجنس أن قطر قررت صرف مبلغ 2 مليون يورو في الفترة المقبلة لتمويل قناة المغاربية في باريس، والتي يملكها أسامة مدني، نجل زعيم مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباس مدني الذي توفي في قطر العام الماضي. وأضاف الموقع أن الدوحة قررت الإسراع في إنقاذ ودعم القناة التي تتهم بدعم الإسلاميين في الجزائر، بعدما أغلقت السلطات الفرنسية منابع تمويلها من أجل دفعها لمغادرة فرنسا. القناة التي واجهت في الفترة الأخيرة صعوبات مالية كبيرة حولت اسمها إلى أوراس تي في من أجل الإفلات من الرقابة في فرنسا، التي تتوجس من نشاطها الساعي لبناء تكتلات جديدة في فرنسا مقربة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلولة بالجزائر بحسب ذات المصدر. وأضاف موقع مغرب انتليجنس أن الدوحة ما تزال تسعى لحماية ورثة قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ بسبب علاقة والدهم الوطيدة بالشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأن قطر ما تزال ترغب في استخدام قدامى قيادات الجبهة الإسلامية في الجزائر لضرب الدبلوماسية الجزائرية، التي قالت إن علاقات البلدين باتت متوترة منذ وصول الرئيس تبون إلى السلطة بحسب الموقع، وأن وسائل الإعلام المقربة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما تزال تسعى لدعم قواعدها المنتشرة داخل الحراك الشعبي السلمي الذي اندلع السنة الماضية، وتسعى لاختراقه ودعم عدة شخصية وأطراف داخله وتحييده عن أهدافه الحقيقية. حول هذا الموضوع معنا من الجزائر المحلل السياسي علي بوخلاف. أستاذ علي، مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. المعلومات، المغرب انتليجنس ينشر أنه قطر تصرف 2 مليون يورو لقناة تابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ. بداية، إلى أي مدى هذا الموضوع دقيق وفعلا يعني يوحي بنوع جديد من الدعم الآن تتلقاه هذه الجبهة؟ أظن أن دعم قطر أو جهات أخرى للجبهة الإسلامية للإنقاذ وقناة المغاربية التي أصبحت اليوم الأوراس قديمة، ليست وليدة اليوم، والكل يعلم بأن قناة المغاربية مثلا التي يملكها بشكل كبير نجل عباسي مدني الذي توفي في قطر كانت تدعم كل من كانوا يعارضون المسار الانتخابي في التسعينيات في الجزائر، والذين كانوا تحالفوا بشكل أو بآخر ضد الدولة الجزائرية في ذلك الوقت، وكانوا متضامنون مع رؤوس أو مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة. فهذه القناة فتحت أبوابها وحتى فضائها لكل المعارضين الذين ينتمون إلى الأحزاب الإسلامية، لكن لحشد العديد من المعارضين فتحت أبوابها في الآونة الأخيرة لمعارضين آخرين وحتى من التيار العلماني، لكي تعطي الانتباه بأنها تفتح الباب لكل الجزائريين. زيادة إلى ذلك، ليس هناك فقط قناة المغاربية أو الأوراس، لكن هناك أيضا حركة رشاد التي تريد أن تنتقم من كل الذين ساندوا حبس المسار الانتخابي في التسعينيات والذين كانوا ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي التي تمول العدد الكثير من بقايا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، والذين كانوا يساندون في أكثريتهم العمليات الإرهابية في التسعينيات، وهناك تسجيلات فيديو تؤكد ذلك، وكان ذلك في السنوات الماضية. وهناك أيضا إرادة لبعض هنا هؤلاء النشطاء وخاصة الذين يتداولون على بعض الحصص لاختراق الحراك الشعبي، وهناك حتى لافتات وهناك شعارات رفعت لمساندة ما كان ينادي إليه الجيش أو الحزب المنحل أي الجبهة الإسلامية للإنقاذ. زيادة إلى أن هناك تقريبا إعادة سيناريو التسعينات من خلال التكلم عن مثلا مشاركة الجيش في العمليات الاغتيالات الجماعية في التسعينيات، والكل يعلم بأن الجماعات الإسلامية المتشددة هي التي كانت تقوم بذلك، وهناك رجوع هذا الخطاب من بعض المنابر الإعلامية التي تساندها المغاربية، وحتى حركة راشد التي ينشطها قدماء الجمعية الإسلامية للإنقاذ.
سواء حركة راشد أو حتى القنوات الإعلامية المحسوبة عليهم، يعني لا توحي أو لا تعطي بدقة حجم أصلا الجبهة الإسلامية للإنقاذ اليوم داخل الجزائر. هل في تقديرات لحجمها الآن أو يعني مدى توسعها أو إيجادها أذان صاغية اليوم بين الجزائريين إذا ما كانت موجودة؟ المعروف بأن هناك أحد رموز هذه القناة وهذه الحركة وهو دبلوماسي سابق ينشط في لندن، عنده الكثير من المتابعين لكن ليس لديه أثر كبير في الميدان. فقد شاهدنا مثلا نداءاته الأخيرة إلى الخروج للتظاهر في هذه الأيام أي خلال الأزمة الصحية، فلم يستجب الجزائريون لنداءاته وكان العدد قليل وقليل جدا في بعض المدن. وشاهدنا أيضا أن اللافتات التي رفعتها هذه الفئة في الأيام الأولى وحتى في الأيام الماضية في شهر مارس وفبراير الماضيين مثلا في المسيرات الشعبية قد رفضت بأطياف كثيرة من المجتمع الجزائري، وهناك حتى بعض المبادرات مثلا لضرب النساء أو إبعادهن من المظاهرات، وهي من بعض اللافتات التي رفعها مناضل هذه الفئة لم يستجيب إليها الجزائريين بصفة عامة. لكن هناك مشكل أيضا هو هذه محاولات اختراق الحراك الشعبي ولدت نوعا من الانقسام ونوع من النفور من الكثير من الجزائريين الذين يخافون أن يتظاهرون مساندة لهؤلاء، وبالتالي هناك حتى أيضا التشكيك في جندة البعض منهم. هناك رجال سياسة في الجزائر مثلا تم الاتصال بهم من طرف المقربين من هذه الفئة وحتى من قطر مثلا للانقلاب على السلطة الحالية، لكن بدون تقديم بديل للسلطة الحالية، وبالتالي هناك تخوف للكثير من النشطاء وحتى الذين كانوا يريدون رحيل النظام اليوم متخوفون من التخندق مع هؤلاء المناضلين الذين اليوم لا يخفون حتى نواياهم الخبيثة التي تريد إرجاع الجزائر إلى بداية التسعينيات أين عاشت البلاد في دوامة من الدماء والإرهاب. حضرتك ذكرت موضوع الحراك الشعبي والانقسام، إلى أي مدى هكذا حركة اليوم هكذا تمويل لهذه الجهة تحديدا يمكن فعلا يزيد من مشهد الانقسام الداخلي لدى هذا الحراك، يعني وهل هذا هو الهدف؟ أظن أن هناك في الآونة الأخيرة التمويل ليس لدينا أي ليس هناك شيء ربما يؤكد بأن هناك تمويل هنا في الجزائر لهذه الحركات، لكن هناك تأكيد بأن هذه القناة مثلا تنشط في فرنسا وفي إنجلترا بدون إشهار وبدون مداخل أخرى، هذا يؤكد بأن هناك من يمولها. كهكذا الحال أيضا لحركة رشاد التي تلقى بطبيعة الحال تمويلات وعندها حتى الناس ربما يعملون فيها وهما أجراء عندها، لكن النداءات الجماعات هذه وحتى تلفزيون هذا المغاربي المسمى الآن الأوراس لم تلقى ترحيب كبير في الحراك الشعبي، وقلت أن هذا ربما حصل بعده نفور كبير من بعض المتظاهرين الذين يخافون أن يتخندقون أو يجرون بفعل هذه النداءات إلى ربما مشاكل أخرى تخرج عن السياق التاريخ الحالي وتريد أن ترجع الجزائر إلى ربما التخندق أو المشاكل التي عاشتها الجزائر في التسعينيات حول ربما نداءات الفيس الحزب المنحل والأحزاب الإسلامية المتشددة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الجزائر المحلل السياسي علي بوخلاف. لليوم 11 على توالي برعاية الاتحاد الأفريقي تختتم اليوم مفاوضات حاسمة حول سد النهضة لتحديد الأسس الفنية